نحن الآن وسط مدينة عفرين، اشتباكات تسمع من داخل مدينة عفرين. هذه الاشتباكات مصدرها ريف المدينة. أبرز نقاط الاشتباك في المنطقة هي جنديرس وقرزيحل بالإضافة إلى معبطلي. تقدمت هيئة تحرير الشام إلى جنديرس منذ قليل وتمكنت من دخول المدينة بشكل كامل. اشتباكات أيضا على أطراف قرزيحل، حيث أرسلت جيش الوطني السوري تعزيزات عديدة إلى المنطقة هناك بهدف دخول القرية. المعبطلي أيضا تشهد اشتباكات بين فصيل فرقة السلطان سليمان شاه والفيلق الثالث الذي يتواجد في منطقة المعبطلي. هذه الاشتباكات بحسب الأهالي هي بهدف دخول هيئة تحرير الشام إلى المنطقة، والجيش الوطني يقوم بصد هذه المحاولة. مدينة الباب لم تكن غائبة عن المشهد، اشتباكات عند دوار المروحة في مدينة الباب بين الفيلق الثالث وفرقة الحمزة. بحسب الأهالي أن هيئة تحرير الشام قامت باستهداف مخيمات عديدة على أطراف مدينة عفرين، حيث قامت بقتل امرأة بالإضافة إلى إصابة طفل. وحركة نزوح كبيرة أيضا من هذه المناطق في ريف عفرين باتجاه مناطق أخرى يعتبرها الأهالي أكثر أمنا وأمانا. ربما في الساعات القليلة القادمة تتغير نقاط السيطرة بحسب القوى العسكرية المتواجدة على الأرض.